مثلما كان رجل الصناعة الأقوى هو الآن رجل الصناعة ورجل الأزمات ورجل الخير. رفع شعار أموال الدنيا وإن كثرت لا تساوي روح مصري واحد أو عامل يشقى من أجل أسرته. إنه رجل الأعمال محمد أبو العنين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الذي أظهر شجاعة وصلابة في مساندة الدولة المصرية في حرب شرسة تواجهها الآن ضد عدو خفي ألا وهو فيروس كورونا، مؤكدا أن الأزمة الحالية سيولد عنها نظام عالمي جديد. ولهذا الغرض طالب بضرورة توطين الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا 5G وضرورة الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية والصناعات الغذائية كقضية أمن قومية وأهمية الاستثمار المكثف في العلم والتكنولوجيا ووضع حوافز استثمارية كبيرة وفقا للمعايير الدولية لجذب الشركات الصناعية العالمية وخلق المناطق الصناعية المتخصصة التي تعمق الصناعة المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي ووضع السياسات اللازمة لتصبح مصر جزء من سلاسل الإمدادات العالمية لكافة المنتجات عالية التكنولوجيا. أطلق مبادرات وحملات لدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا، كما انطلقت قوافل تكافل وتراحم التي أعلنت عنها مؤسسة أبو العنين لدعم الأسر المتضررة ومساعدة العمالة اليومية لسد احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة لتوزيع المواد الغذائية والمفروشات والكمامات والمطهرات وتطهير المنازل والشوارع حفاظا على أرواح الأهالي. وتواصل مؤسسة أبو العنين إطلاق القوافل حتى الانتهاء من الفيروس المستجد، حيث أن المؤسسة نشأت منذ 40 عاما بهدف معاونة الناس والإسهام في رفع المعاناة عنهم، لا سيما من أهلنا من البسطاء ومحدود الدخل ومن الأيتام والأرامل والأسر الأكثر احتياجا. وانطلاقا من مسؤوليتها، قامت أيضا مؤسسة أبو العنين الاجتماعية وتحت رعاية قيادة الجيش الثالث الميداني برفع كفاءة وتطوير وتجديد شامل لمستشفى الصباح بمدينة السويس بتكلفة 15 مليون جنيه، وأصبحت المستشفى جاهزة لاستخدامها في أي وقت من جانب وزارة الصحة كمستشفى عزل صحي.